مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الريان القديم، الله يمسيكم بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المضمار، هذا البرنامج المتخصص بسباقات الخيل في قطر. في البداية أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ هذه الحلقة الدسمة، خلوني أرحب بالضيوف اللي راح يكونون معي طيلة هذا الاستديو. بداية أخوي عويضة بن سالم الهاجري، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور يا أبو تميم، مساء عليك، مساء على الأخوان الحضور كلهم، مساء على الأخوان اللي يشاهدوننا في ورا الشاشة. الله يحييك. وأيضا معنا اليوم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة المدرب المعروف والمدرب المزعج منصور بن مسفر الشهواني. أبو مسفر الله يمسيك بالخير. مرحبا، الله يسلمك. الله يطول عمرك. وأيضا أعزائي المشاهدين معنا المدرب المتألق اللي أنا ما ودي أتكلم عنه، هو أصلا إنجازاته قاعدة تتكلم عنه في داخل المضمار، إبراهيم بن سعيد الماكي. جزاك الله خير، وهلا ومرحبا فيكم الشباب كلكم وتميم، وإن شاء الله نثري الحلقة هذه بمعلومة مفيدة حق الجمهور اللي ورا الشاشة. نعم. إن شاء الله. ويسعدنا أعزائي المشاهدين، وللمرة الأولى يتواجد معنا أحد الفرسان المميزين صراحة اللي فرضوا هيمنتهم في سباقات الخيل عندنا في دولة قطر، وقدر أنه رغم أنه عمره القصير في عالم سباقات الخيل لأنه قدر يطيح بالكبار ويتغلب عليهم، الفارس القطري راشد بن علي الصعاق. مرحبا، مساكم الله بالخير الحضور واللي ورا الشاشة. الله يمسيك بالخير يا أبو علي. أعزائي المشاهدين، مثل ما أنتم عارفين كانت عندنا في الأسبوع الماضي سباقات قوية سواء على المضمار العشبي أو الرملي. بالنسبة للمضمار الرملي كان عندنا سباق كبير على كاس الشقب، وبالنسبة للمضمار العشبي كانت عندنا سباقات على كؤوس وجوائز سمو الشيخ عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني. خلونا نشوف هذا التقرير الموجز عن هذه الأشواط ونرجع لكم. أقيم يوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2019 على المضمار الرملي بنادي السباق والفروسية، وخصص الشوط الثامن والرئيسي منه على كأس الشقب، وكانت هناك 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي. في الشوط الأول المخصص للخيل العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات لمسافة 1700 متر، كان التفوق للجواد مريخ ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني بحصوله على المركز الأول بإشراف المدرب جوليان كولون جون سمارت وبقيادة الخيال تيوبا شولو. وفي الشوط الثاني المخصص للخيل العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 إلى 6 سنوات للجياد التي لا يوجد لها تصنيف تكافؤ لمسافة 1700 متر، حقق المركز الأول الجواد سرمد ملك مبارك بن سعيد الجفال النعيمي بقيادة المدرب راشد محمد الإجهني وبقيادة الخيال جون بابتيسي هميل. وفي الشوط الثالث المخصص للخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة من الإنتاج المحلي لمسافة 1700 متر، كان المركز الأول للجواد مسيطر بوثيلة ملك مربط الجسرة بإشراف المدرب طارق عيسى رجب عبد الله وبقيادة الخيال إيفان روسي. وفي الشوط الرابع المخصص للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ تصنيف 75 وأقل الدرجة 5 لمسافة 1200 متر، حصل على القمة الجواد لوليس لويس ملك حمد أحمد حسن الجهني وبقيادة الخيال جون بابتيستي هاميل. وفي الشوط الخامس المخصص للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ تصنيف 75 وأقل الدرجة 5 لمسافة 1900 متر وللخيال القطريين فقط، استطاع الجواد المقدام ملك سعيد محمد شافي آل شافي الفوز بالمركز الأول بإشراف المدرب زهير محسن زهير مكي وبقيادة الخيال عبد الله صالح اليافعي. في الشوط السادس المخصص للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ تصنيف 85 وأقل الدرجة 4 لمسافة 1200 متر، كان الفوز بهذا الشوط من نصيب الجواد تيك أناب ملك أبناء عبد الله محمد الكواري الذي واصل تقديم أدائه الجيد بشكل عام منذ قدومه إلى قطر رغم أنه قليل المشاركات نسبيا، وتحقق الفوز بإشراف المدرب جاسم محمد الغزالي وبقيادة الخيال تيوبا شولو. في الشوط السابع المخصص للخيل المهجنة الأصيلة من الإنتاج المحلي تكافؤ تصنيف 70 إلى 90 لمسافة 1200 متر، ورغم أن مراقبة ملك خليفة بن شعيل الكواري كانت تحمل أعلى وزن بالشوط إلا أنها استطاعت أن تحقق المركز الأول بإشراف المدرب جاسم محمد غزالي والخيال هاري بنتلي.
وشوط كأس الشقب للخيل العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي لمسافة 1200 متر، فوز المهر راقي ملك حسن علي المطوي بالمركز الأول، وكأس السباق وتحت تدريبه وبقيادة الخيال سليم غلام. حظك شنو؟ إن شاء الله حظي زين إن شاء الله. أكيد؟ إن شاء الله منافس إن شاء الله. الشوط اللي قبل دخل روتشارد صغيرة، وش السالفة؟ مغامرة يشوف؟ لا ما في مغامرة، لازم نجربها شوط رمل، لأن فارس سبرنتر ما لها فترة طويلة شوط، يمكن يعني لغاية الشهر الجاي ما لها شوط كامل، فطرتني أجي قطها في شوط رمل أشوف هالفارس تركض الرمل وما تركض الرمل، طلعت كلش ما تركض رمل، فهاي آخر سباق لها رمل إن شاء الله. الغزالي قال حظك نصيبك، أنت شلون نصيبك في هالشوط؟ والله احنا عندنا راس اول مره ركض هالمسافه، واتوقع انه بيسوي مفاجاه اللي هو بالميتو. والله ان شاء الله ان كلنا حظ قوي، وان شاء الله ان شعرنا يكون شعر قوي اليوم وبكره في هذه الاشواط كلها. وفي يوم الخميس الموافق 10 من يناير 2019، قام سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني بتتويج الفائزين بجائزة وكؤوس سموه في سباق الخيل الذي أقيم تحت رعاية سموه بنادي السباق والفروسية، وسط أجواء رائعة ومنافسات قوية في الأشواط الثمانية على مضمار الريان العشبي. الشوط الأول كأس فيري نايس نيم خصص للخيل المهجنة الأصيلة مبتدئة، والفائز بسباق أو سباقين الدرجة الخامسة لمسافة 1600 متر، وأسفر عن فوز الجواد سهيل ملك خالد راشد غانم الجهني بالمركز الأول بإشراف المدرب راشد محمد الجهني وبقيادة الخيال جيرالد أفرانش. الشوط الثاني كأس تشارم سيبيرت المخصص للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الثالثة لمسافة 1400 متر، أسفر عن فوز الجواد المفتون ملك خليفة بن شعيل الكواري بالمركز الأول بإشراف المدرب محمد جاسم الغزالي وبقيادة الخيال هاري بنتلي. وفي الشوط الثالث كأس ياسمين المخصص للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الثالثة لمسافة 1850 مترا، استطاع الجواد هجام ملك مربط الجريان الفوز بالمركز الأول بإشراف المدرب هادي ناصر راشد الرمزاني وبقيادة الخيال توماس لوكاسك. وفي الشوط الرابع المخصص للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية لمسافة 2000 متر على جائزة أم قرن، كان الفوز بالجائزة والمركز الأول للجواد بازير ملك عبد اللطيف حسين زين للعمادي بإشراف المدرب إبراهيم سعيد المالكي وبقيادة الخيال إدواردو بيدروزا. وفي الشوط الخامس على جائزة مجد العرب للسرعة للخيل العربية الأصيلة الفئة الثالثة لمسافة 1100 متر، كان الجواد المنتظر ملك الشيخ سلمان بن جاسم بن ثاني آل ثاني بطلا للجائزة بحصوله على المركز الأول بإشراف المدرب إبراهيم سعيد إبراهيم المالكي وبقيادة الخيال إدواردو بيدروزا. وفي الشوط السادس على الكأس الفضي لسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني والمخصصة للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات لمسافة 2200 متر، كان الفوز من نصيب المهرة قطنة ملك الشقب ريسينج بإشراف المدرب ألبان إيلي ماري دي ميولي وبقيادة الخيال رونين. وفي الشوط السابع على كأس سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني من الفئة الثانية والمخصصة للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات لمسافة 1600 متر، كان التنافس قويا بين الجياد المشاركة، ولكن القمة كانت للجواد براز ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وبإشراف المدرب جوليان كولين جون سمارت والخيال كيوبا شولو. وأسفر الشوط الرئيسي للسباق عن فوز المهرة شرسة ملك الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني بجائزة سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني للخيل العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات لمسافة 1600 متر بإشراف المدرب جوليان كولين جون سمارت وبقيادة الخيال تيوبا شولو، بعدما حصلت على المركز الأول بجدارة في الشوط الثامن والرئيسي لتهدي الجائزة إلى مربط الشحانية. جاهز انت ولا لا؟ والله جاهز، بس بوابتي 12 حد اخر البوابة. صعبة؟ صعبة كثير، الخيل كلها سرعة واحدة تطلع وتبي تاخذ الكوع انت بتكبر من برا ما تقدر. بس اذا كنت جاهز انت مدرب وامورك طيبة ما تفرق معك بوابة. تفرق 1100 ما في شانس 1100 ما يمدي الحصان يسخن الا وصلوا الفينش. ما شاركت اليوم؟ جاتني اصابة حبس من حد الخيل في اثناء السباق. شنو اصابتك؟ كدمة في الرجل، الحصان طيحني قلب علي وشاتني في رجلي. تعالجت؟ الحمد لله. إن شاء الله ما عليك شر إن شاء الله. متى نشوفك مرة ثانية في المضمار؟ كل أسبوع. عندش مرشح، ما أقول لكم مش مرشح، بس مش معناته أنا راح أفوز. في ترشيحات 3-4 روس، أي واحد فيهم ممكن يفوز ترى في الشوط. دائما الأشواط للخيل
متقاربه والخيل اول مره تلاقى مع بعض صعب انك تاخذ حصان معي. الحمد لله رب العالمين، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. اليوم ركض ركض حلو صراحه، الحصان والايدي بدرو صراحه ركوبه بركوب من احلى ما يمكن. إذا مشاهدينا الأعزاء، شفنا معاكم هذا التقرير اللي تكلم عن أشواط الأسبوع الماضي بالنسبة للأرضيتين، الأرضية الرملية وأيضا الأرضية العشبية. بداية أعزائي المشاهدين، لو تكلمنا عن أبرز الخيل اللي ظهرت بمستوى قوي صراحة يوم الأربعاء على الأرضية الرملية، بداية بسعيد، يعني فوز الجواد اللي شفناه مريخ في الخيل العربي الأصيلة اللي سموه الشيخ محمد بن خليفة الثاني، وايضا الجواد صراحه المميز اللي يعتبر من افضل ما انتقاه جاسم الغزالي، وجاب لنا السنه هذه الجواد تيكناب لعبد الله بن محمد الكواري. كلمنا عن هذا الحصان. الصراحه الحصان هذا كل ركضاته كانت مبدعه صراحه، وجاسم الغزالي ادى اداء جيد عليه. حصان تيكناب اعتقد ان حصان عنده مستقبل كبير، حصان قاعد يقدم عروض، اظنتي يمكن ثالث فوز الموسم هذه له. دائما الحصان يدخل دخول من وراء، الحصان عنده امكانيات كبيره صراحه. نعم، بس على طاري يدخل دخول من وراء دائما. نعم. لفت انتباهي انه حتى في المسافه القصيره تتوقع ان اللي يشوف السباق يقول هذا الحصان ما راح يعمل شيء، بس عنده ترن فوت عالي رغم ان الارضيه رمليه ورغم ان المسافه قصيره، ولكن ما شاء الله يعني الحصان يقدر يقبل الموازين. حصان عنده شكل ما قلت، عنده تيرن فوت قوي صراحه. الحصان اظنتي يعني ما ادري نظرتي انا بس المدرب اكيد اعلم في الحصان، اذا وديت بعيد ولا قريب دائما الحصان ينتظر، ما يعطي اللي عنده كله الا في السيده. الحصان يعني شفناه في مسافه اعتقد اطول من كذي والحصان قدم نفس الاداء، يجي من وراء ودائما في دخول ودائما يدش ويفنش قوي على الخيل. السباق اللي طاف شفناه في مسافة 1200 بعد دخول من وراء جاء من آخر الخيل تقريبا. أنا توقعت صراحة بيدش في الكاس هالأسبوع على الرمل 1100 الريت 95 وتحت، كان أعتقد كان شوط يعني كان بيكون واحد من المرشحين في الشوط. بس لكل حصان ظروفه، لكن الحصان ما شاء الله عليه يقدم أداء جيد. جاسم الغزالي مأدي معه وماخذه يعني خطوة خطوة. الحصان مبارك حق المالك صراحة، أظن حق عبد الله بن محمد الكواري، الله وفقه في الحصان هذه وإن شاء الله بيطلع حصان رئيسي يستاهل. نعم، وأيضا أعزائي المشاهدين، كان عندنا اللي هو الشوط الختامي يوم الأربعاء على كاس الشقب للخيل العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، مخصص فقط لخيل الإنتاج المحلي، استطاع أن يفوز فيه عميد الملاك مع الجواد راقي. بداية يعني أبو سالم، راقي كان أحد المرشحين، إبراهيم المالك كامل الاستديو وأصر أن راقي هو اللي راح يفوز بالشوط رغم وجود لطام كان أيضا مرشح، ولكن لطام ما ركض. إيش اللي صار في الشوط؟ والله شوف يا أبو تميم، راقي صراحة بدايته في الموسم بدايته ما كانت صحيحة بحكم أن الحصان تأخر في التمرين. نعم. إحنا كنا نعرف أن حسن المطوي يمكن آخر مدرب اشتغل على خيله، وكانت مشاركاته بداية الموسم ما كان بالمستوى اللي احنا نعرفه عن راقي اللي هو ظهر فيه العام الماضي، فيمكن شارك يمكن ثلاث مشاركات وما كان بالمستوى اللي احنا نتوقعه. فاخر في لما ابراهيم المالكي يتكلم عن راقي قال الحصان خذ فتره وارتاح فيها، ورشح ابراهيم المالكي على الراحه اللي خذاها الحصان والضغط اللي خذاه بدايه الموسم، يعني الحصان يمكن دخل فورمته. وفعلا دخل السباق، الحصان صراحه ادى اداء قوي، بالعلم انه كان معاه رصان واحد من الخيل القويه، معاه لطام خلينا نقول مركض، ولكن معاه كان استبداد صراحه نافس بشكل كبير، ولكن راقي صراحه قدر ياخذ الشوط صراحه بقوه يعني، وما نقلل من قوه رصان في الشوط، رصان صراحه واحد من الخيل الزينه. ولكن صراحه راقي رجع للمستوى اللي احنا نعرفه عنه، من الحصان موجود بالمستوى اللي احنا نتوقع ممكن يكون افضل مما توقعناه في الموسم هذا ان شاء الله بنشوفه. نعم. وايضا اعزائي المشاهدين، يوم الخميس كان يوم كبير، حمل هذا اليوم اسم سموه الشيخ عبد الله بن خليفه بن حمد ال ثاني، نخبه وصفوه خيل قطر اجتمعت في هذا اليوم وشاركت وتنافست فيما بينها. كثير من المدربين وفقوا وكثير من المدربين لم يحالفهم الحظ، ولكن
اللي فازوا واجب علينا ان احنا نتكلم عنهم ونعطيهم حقهم. بدايه ابو سعيد لفت انتباهي هذا المهر، المهر هذا مبتدئه، ظهر بمستوى قوي جدا في الداربي وفاجئ الجميع وحل بالمركز الثالث في الداربي رغم انه هو مبتدئه، حصان مبتدئ لم يذق طعم الفوز، وجانا يوم الخميس في اول شوط وفاز فوزه قويه جدا اللي هو الجواد سهيل المنحدر من سلالة الفحل جاينت كازوي. الحصان صراحة السهيل من أول ظهوره في الدوحة كان حصان واعد صراحة. أنا كنت أتابع يعني الحصان، راشد مالكي توفق في مشتراه الحصان ذي، أظن تنشرى عمره سنتين وما ركض الحصان. جاء الدوحة أول مركض له في الدوحة، طلوعه في أول سباق له في الدوحة كان الحصان يمكن غشيم، لكن كان يبين ويبشر أن الحصان عنده مستوى عالي. ركض ركضات حلوة الموسم اللي طاف، يمكن شوية الحصان كان محتاج مسافة في على أساس أنه يؤدي المستوى المطلوب منه. السنة الجاية أول ظهور لأظنتي كان في الداربي ظهر صحيح، وكان غير محظوظ الحصان صراحة، الحصان تأخر وايد وجاء دخول من وراء انحكر وايد في السيدة تقريبا من الكوع، أنا أشوفه من محكور الحصان كان غير محظوظ في الداربي، طاف في المركز الثالث. نعم. وما زال مبتدئ الحصان، كان راشد يعني عارف مستوى الحصان، فوزة المبتدئ يمكن ما كانت له طموحه مع الحصان ذي، كان يفكر انه يفوز اول فوز له في سباق كبير. شفناه عقب الداربي صراحه يعني عشان يعطي، اظني يعني عشان يعطي الحصان ثقه في النفس ويعوده على الانتصارات، فيبي له فوز الحصان فنزله على المبتدئ. الحصان طبعا فاز مرتاح على الخيل مع انه هذا الشوط كان فوز مبتدئ وفاز في سباق. نعم مبتدئ وفاز في سباق ومعاه خير ريتاتم عالي صراحه. نعم. اعلى منه الخيل نفس المرحله اللي مروا فيها، وخيل كانت تشارك في يعني السباقات الكبيره وسباقات مفتوحه وطب ثاني وثالث ورابع معاه في الشوط، قدر ينتصر عليهم، قدر يحقق الفوز عليهم صراحه بريحيه. انا اعتقد الحصان هذا بيكون من احد الخيل الرئيسيه في مضمار الريان وبيكون ان شاء الله شان كبير. نعم بالفعل اعزائي المشاهدين هذا المهر يستحق الاشاده، مدرب صراحه من طراز خارق اللي هو راشد بن محمد المالكي، عرف كيف ينتقي هذا الحصان، عرف يجيبه وعرف يوظفه في السباقات، وتغلب على جياد كبيره رغم انه هو جواد مبتدئ، بما معناه ان هذا الحصان راح يكون له مستقبل كبير في عالم سباقات الخيل، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. ايضا عندنا محمد الغزالي هذا المدرب العائد الى ساحات او مضمار نادي الريان بعد غياب مده طويله، تالق في هذا الاسبوع وفاز مع الجواد المفتون، والمدرب هادي ناصر رمزالي ايضا تميز وفاز مع الجواد هجاج. ابو سعيد او ابو سالم، هادي الرمزاني كان مدخل راسين في الشوط، هجاج وهجام اللي رشحته أنت جاء ثالث وهجام هو اللي فاز. أول شيء أبارك صراحة لأخوي هادي الرمزاني على فوز هجام في الشوط، ولكن بحكم هجام بحكم قربي من هادي الرمزاني والعمل اللي يقوم فيه، هجاج صراحة هو اللي كان مرشح يعني حتى عند هادي الرمزاني هجاج هو مرشح، ولكن الظروف ما ساعدت هجاج بحكم أنه أول ما طال الحصان حذوته طاحت صراحة. يقولون نعم صحيح حذوته طاحت، لكن الحصان صراحة عنده أسرار، حصان قوي، حصان يعني يحب السباق يحب يركض، فقدر إنه يركض من غير حذوة ودخل على المركز الثالث. وما شاء الله حجام من الخيل الزينة صراحة، وكان يعني عنده بعض المشاكل العام الماضي صراحة أول ما جاء الحصان، لكن تأقلم هادي رمزاني قدر صراحة يوظف الحصان هذا بشكل جيد. الركضة اللي ركضها هجام صراحة أعتقد أنها من ركضات الخيل الزينة اللي من المنعطف وهو في الصدارة، الحصان ما تنازل عن الصدارة يعني ثبت ما فتر الحصان حتى الأمتار الأخيرة، هذا يدل أنه فيه حصان عنده مستوى عنده كواليتي. أهني هذا الرمزاني صراحة على التألق اللي قام فيه، والله يوفق إن شاء الله نشوف السباقات الجاية نشوف هجام على مسافة أبعد وأقوى مما شفنا إن شاء الله. نعم بالنسبة أعزائي المشاهدين الشوط الرابع كان شوط مهم جدا، نقدر نقول عنه كاس سمو الأمير بس بنسخة مصغرة، اجتمعت فيه صفوة الخيل المهجنة. شفنا المدرب إبراهيم بن سعيد المالكي أو فريق إبراهيم بن سعيد المالكي كيف اكتسح الصدارة وقدر يخطف المراكز الثلاثة الأولى مع الجواد اللي هو بازير وجويل هاوس وأيضا خطاف منصور. يعني إبراهيم
نكون صريحين يعني اكتسح السباق في هذاك اليوم. والله مدرب إبراهيم مالكي صراحة مدرب غدير ومن أحسن مدربين عندنا. لا تجامل يعني إذا في غلط قول لنا يعني. صريح أنا صريح أنا إنسان صريح صراحة. إبراهيم مالكي أنا صراحة يعني من المدربين اللي عندي مميزين صراحة. عنده خيل كانت مستواها عادية جات عنده تطورت. يعني أنا أشوف يعني عنده فوزات حلوة في الخيل اللي هو المنتظر الأسبوع الماضي صحيح. جايين المنتظر لحنا جايين موجود. هذا الحصان جاته مشاكل وحلها. نعم. ما أدري يعني أنا يعني صراحة الحصان هذه ممكن مشاكله قوية بس إن عند إبراهيم مالكي يمكن المشاكل هذه عندها سهلة صراحة. بس إن الحصان تراجع مستواه ورجع حق السباق يعني من خبرة المدرب صراحة ظهره يعني أنا أحييه صراحة. نعم أبو سعيد يعني واجب إن إحنا يعني نلقي نسلط الضوء على هذا الشوط بالتحديد. أنا مش جاي أمدحك في وجهك ولا أرفع لك، أنت رجال مبرهن عن نفسك والنتيجة هذه أكيد أنها ما جات من فراغ. هذا شوط رئيسي كانت معاك نخبة من أهم الجياد يعني كان بس قاصرنا بلو آي عشان يعني يكون الشوط مولع. فاجأت الجميع وخدت المراكز الثلاثة الأولى، شو اللي صار؟ أول شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا الله كاتب لك في حاجة في شيء أنك تأخذ تأخذ. والاجتهاد عندنا احنا الحمد لله رب العالمين قدرنا نحصل على المراكز الاولى. الشو صراحه طلع بالبيس اللي انا ابي، يمكن شفت ان طلعت انا خطافي شوي قدام على اساس انه لو بطأ البيس انه هو يسرع البيس وزين عمل التكتيك اللي انا ابي خطاف مع الجوكي جيمي كوين. الانتظار كان من بزير وراء تقريبا في المركز الثالث والرابع. بس انا ما اقطع كلامك كله بالخير. نعم. ليش الناس كلها كانت مركزه ذاك اليوم على خطاف؟ في النهايه خطاف ما فاز بس كلها خيلك اللي فازت اول. نعم. ثاني ثالث. شوف السباقات كل سباق له ظروفه صراحه. بالنسبه لي انا بزير هو الافضل، هو الافضل، هو الرقم واحد عندي في الاسطبل. يعني حتى لو ذاك السباق يمكن المركز السادس بزير والخطاف جم المركز الخامس متقدم عليه، لكن ما زال بزير هو الرقم واحد في الاسطبل. كل سباق له ظروفه صراحه. الحصان بزير كانت تبي الصراحه انا اقول لك يعني صار لبامب من الحصان الثاني جول هاوس كله صار لبامب وتعثر الحصان شوية، لكن ما معناه أن الحصان بزير هو مش رقم واحد في الاسطبل. الاسطبل هو يعني بزير هو رقم واحد، الحصان ممكن يؤدي الأداء هذا والحمد لله السنة طافت أدى الأداء هذه وأحسن. السنة قاعد يركض مع أكبر الخيل مع أحسن الخيل صراحة، وشفنا الأداء أداء جيد يمكن ضرب الخيل بخمسة أطوار. أنا هذه سعيد توافقني الرأي إذا قلنا أن بازير طبعا جواد بطل، ولكن تعتبر هذه الركضة من أجمل ركضات حياته. أنا شفتها في الكوع الخيل قاعد تندز وهو في اليد مسنود يعني. الحمد لله رب العالمين. هو يمكن خلني أقولك يمكن تكون من أحسن ركضاته في عمر في العمر الكبير، لكن هو لو نرجع في العمر السنتين سواها نفس الشيء، عطى الخيل يمكن 6-7 أطوال في العمر السنتين في الفئة السنية كان. صحيح. وهذا ما تحكم عليه على أساس أنه لما يطلع مع الكبار يكون يعملها بنفس الطريقة. اليوم الحمد لله رب العالمين كررها مرة ثانية مع الخيل الكبيرة. فبزير حصان رئيسي يعني عندي. نعم. في الاسطبل وحصان رئيسي في مضمون ريان إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى أن يكررها مرة ثانية إن شاء الله. للحين الوجه في وين لحد الان ما قررنا عليه، لكن حصان بطل ما عليه اي كلام. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا في الحصان. مبارك حق عبد اللطيف العمادي على الحصان بزير ووفقنا معاه ان شاء الله في السباقات الكبيره ان شاء الله. تستاهلون. الله يسلمك. راشد بن علي الصعاق، شفت انت شوط السبرنتر ال1100 متر اللي هو مخصص للخيل العربيه الاصيله، وشفنا كيف الجواد المنتظر شارك في هذا الشوط وقدر يفوز رغم أن الأنظار كانت متجهة إلى الجواد كايد ديلاردو. شفنا الجواد كاسر ابن اللي هو ابن البحر لأخونا محمد الشيب أيضا أداء قوي.
شفنا بنت الأجواد لمحمد خالد الأحمد أيضا أدت أداء قوي. بنت الأكابر آسف. شلون شفت الشوط؟ والله شوط متميز اللي حصل به المنتظر، وأشكر المدرب إبراهيم الماركي على هذه الفوز الحلوة. جزاك الله. وما كنت كان متوقع ومرشح اللي عندي أنا من حسب نظرتي السباقات اللي هو كاسر. نعم. إنما الخيل سبرنت من أكبر خيل سبرنت إنتاج المحلي. نعم. بس لكن دخل مع الخيل مستوردة. نعم. وما حلف الحظ وحلف المركز الثاني. نعم. مع أنه قام يعني هو من أول خيل يقوم قدام. نعم. والمنتظر له رجعة هذا الموسم رجعة قوية ما شاء الله عليه. نعم. هالشوف بداية الموسم هو يعني حقق مراكز متقدمة رغم الظروف اللي جاته قبل. وهذا اللي عندي. نعم. وأعزائي المشاهدين كان عندنا شوط يعتبر من أهم الأشواط في هذه الأمسية، شوط مخصص للخيل العربية الأصيلة. ظهر الشقب ريسينج بمستوى جبار، استطاعت الفرس قطنة المنحدرة من نسل فحل تيم ريد تكساس والأم ميادة، هذه المهرة الفاخرة من قلب الموازين، واستطاعت أنها تفوز بهذا الشوط. منصور يعني الفرس قطنة جات بالمركز الأول، وخيل الشحانية خيل جديدة على الساحة أيضا ظهرت بمستوى كبير في هذا الشوط. شلون شفت الشوط؟ أول شيء أنا الفرس هذه قطنة أنا مرشحها، والفرس الحمد لله يعني خلصت الشوط باسمها. فرس صراحة يعني شكل ما تقول، بس في مكسر وفي عنان أيضا أدوا أداء قوي في هذا الشوط. هي بيسة يختلف صراحة، يعني بيسة يختلف، بس يعني إذا رحنا في المساو يعني رحنا وراحت الفرس و راحت الأعلى يعني دشت في السباقات الكبيرة والمفتوحة يعني أنا صراحة عن نفسي أنا ما أعتمد على الأفرس في الشيء هذا، فبس يعني يمكن تحصلها تزين ركود. شلون ما تعتمد؟ هي راكضة اليوم مع حصن، وهذا الحصن لا تتفاجأ إذا في المستقبل شفتها تركض في سباق سيف الأمير، سواء الجواد مكسر هذا أول ركضة شوف كيف أداءه، والجواد عنان أيضا. إيه بس حتى لو يعني ما تأخذ يعني شكل يعني خلاص الحين فتحنا لها ويوم فتحوا لها الربع وسابقت الفرس يعني بتروح الاسطابل خلاص تصوم، هاي الفرس عندهم مشاكل. بس ولكن يعني انا ما اعتمد عليها في السباقات الكبيره، يعني الفرس هذه صراحه يعني مختلفه كليا عن الفرس الباقي وفرس زينه، ولكن يعني ما تقدر تسند عليها في السباقات الكبيره، هذا اللي انا اشوفه. هذه وجهه نظرك. نعم. زين ابو سالم، شفنا أيضا مشاركة الجواد الكبير، الجواد الأسطوري، الجواد اللي هو إبراز صاحب سيف سيدي سمو الأمير، شفنا كيف شارك في سباق 1600 متر على جائزة سمو الشيخ عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني. كلمني عن هذا السباق وشفنا كيف الفايت اللي صار بينه وما بين طيف. مبارك صراحة المزرعة الشحانية على فوز إبراز. إبراز يمكن الموسم هذا ثاني مرة يشارك على مسافة 1600 متر. إبراز واحد من المرشحين من قبل الشوط، وإحنا كنا نتكلم عن إبراز إنه هو مرشح، كنا ندور من اللي يقدر ينافس إبراز صراحة، يعني كنا إحنا نتوقع أن سبيجتي يكون حاضر في الشوط، كنا نتوقع أن نشوف منافسة صراحة من سبيجتي على آخر ظهور سبيجتي صراحة اللي شفناه في آخر مشاركة له مع أقوى خيل كانت موجودة صحيح. اللي هو كان إبراز موجود وكان يزيد موجود، أحرجهم شوي، أحرجهم صراحة وكان موجود صراحة معهم، توقعنا أن نشوف منافسة من سبيجتي، ولكن سبيجتي ما ظهر بالمستوى اللي إحنا كنا نتوقعه. اللي ظهر بالمستوى اللي صراحة خلانا نتفاجأ بعودته وقوته اللي هو الجواد طيف، قدر ينافس صراحة إبراز بقوة، ولكن إبراز خلنا نقول يعني حتى السيدة ما كانت من صالحة صراحة، كان في تسكير عليه نوعا ما، ولكن قدر الخيال تيو باشيلو انه يقدر يطلع الحصان بشكل جيد وفاز صراحه. انا اشوفه في الامتار الاخيره يمكن ما انضغط الضغط اللي اقول لك انه يعني لقى منافسه قويه من طيف، ولكن يعني يمكن اقول يمكن اخر العشرة متر يمكن تراخى شوي اللي هو الخيال تيو باشيلو انه ما ضغط الحصان اكثر من لازم صراحه، ولكن تفاجات من طيف. طيف صراحه عودته مميزه في السباق هذا، اعتقد ان طيف بدا يرجع مضمار بشكل أقوى ما كان عليه في الموسم الماضي. نعم. مشاهدينا الأعزاء، بالنسبة للشوط الختامي يوم الخميس كان هو
حديث الأسبوع ما بين الجوادين اللي هما شرسة وأيضا الجواد اللي هو ملهب النايف. في جواد كان مشارك وانسحب اللي هو الجواد هجاجة خان اللي كان أعلن رفع راية التحدي لأخونا منصور الشهواني ولكنه انسحب في اللحظة الأخيرة وترك الميدان لشرسة وملهب. منصور أنت كنت موجود معنا الأسبوع الماضي. نعم. ورشحت في الاستديو ملهب النايف ولكن على ريكورد على ورق على الهواء بس الناس كلها أنا شافت أنا شافت ترشيحك لملهب. نعم. اللي فازت شرسة. نعم. قالوا عنك قالوا انك انت برا الاستوديو قلت ان اللي بيفوز شرسة. ليش غيرت ترشيحاتك؟ على انا اتكلم عن الورق ملهب ريكورده افضل من شرسة بكثير خصوصا في المسافة في هذا المسافة. ولكن شرسة اثبتت انها يعني صراحة عندها طاقة يعني شوف ترى الوقت بينها وبين براس ترى قريب ترى يعني لا تحسب الوقت لأن الوقت ما كان ذاك الوقت الخارق يفتح مع الباب مع الوقت الستارت يفتح مع الوقت ولكن المسافة 1006 و1006 براس مع شرسة التايم ترى قريب من عندهم ولكن خمس أجزاء من الثاني أيوة شوف جزء من الثاني شوف يعني قريب يعني مش شيء بسيط يعني لو ترى بعدين ترى كانت بتخسر مع ملهب لأن يوم إنها جو على السيدة الفرس يوم يدفونها تروح على الريل وعقب جروها ثاني مرة عدلها وطلع ثاني مرة بس إنه يعني ملهب يقدر يرجع ولكن الفرس هذه صراحة خارقة صراحة. طيب ليش يعني الجمهور منصور استنكروا كثير قالوا وين هجاجة خان ليش ما شارك معهم؟ شوف أول شيء يعني شكل ما تقول هي صراحة يعني الحرب كر وفر هذا يعني ما في شك هذا ما فيها شك وانت رجال مقاتل ما في يعني بعدين تكنيك ترى السالفة كلها تكنيك يعني هذا السباقات هذه صراحة يعني شكل ما تقول أول شيء نشوف شلون ملهب ياكل مستواه شلون تغير ما تغير نشوف هاي شرسة طلعت لنا طلعة بعد جديدة ما تدري بعد إنتاج محلي يعني لازم نركز بالأشياء هذه وبعدين ترى تبويت يعني بتشلي يعني معاهم يعني فلازم التكتك وياهم وتشوف يعني السباقات تنتظر اللايت ويت انت عشان أيوة شكل ما ادري ليش انا صراحة عن نفسي انا اجمع شكل انا ما يهمني المبالغ ولا شيء انا يهمني شيء واحد في حصان الريكورد لا يعني تقريبا الريكورد يعني انا يهمني المركز الاول يعني ما يهمني اي الجائزه تكون بس انا ابي اكون ابي يكون في الرصيد له المراكز الاولى اكثر. منصور امانه يعني شهادة لله انت رجل السنه هذه تالقت وابدعت رغم امكانياتك البسيطه ولكن استطعت انك تقارع الكبار تعمل لهم زعزعه تعمل لهم تهديد في اشواطك اللي تشارك فيها وحافظ على المركز الاول هذه شهاده يعني الكل قاعد يشهد لك فيها الحمد لله. وان شاء الله يا رب ان الله يوفقك في يعني شوف انا مشارك الاسبوع الجاي هذه بنجيها حلو إيه؟ انا مشارك الاسبوع الجاي بس يعني لو خسر الحصان او اي شيء صار يعني ترى هذا قدر احنا بنحاسب بالسيدي ما راح نخليك هذا قدر ما نخليك احنا جايبين الخيال بعد موجود الخيال موجود احنا نرضى بالقدر خيري هو شره هذا واحد انت ما تدري الحصان وانت موديه تسريج بتسرج حق الحصان يصيده فايز سبحان الله ما تدري ما تدري يعني هذا الله وقدر لكن احنا معاك طال عمرك وحنا كلنا شجعك وخيالك موجود عندي مالك خيالك ان شاء الله بنخونه الحين وبنخليه يخسر الحصان على الهواء بعد لا ما يكون نعم اعزائي المشاهدين خلونا الان نطلع مع هذا الفاصل ونرجع لكم إذن مشاهدينا الأعزاء رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ومستمرين معاكم وعلى الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة الريان وفي برنامجكم برنامج الميدان. أعزائي المشاهدين يوم الأربعاء اللي هو غدا إن شاء الله راح تكون السباقات على المضمار
الرملي عندنا في هذا السباق 8 أشواط كبرى، أبرزها هو الشوط الثامن المخصص للخيل المهجنة الأصيلة لمسافة السرعة مسافة 1100 متر على كاس أم الأفاعي. خلونا أعزائي المشاهدين نستعرض أسماء الخيل المشاركة في هذا الشوط الرئيسي ونرجع نتكلم عن الترشيحات. نعم مشاهدينا الأعزاء، شفنا معاكم تداخيل الخيل المشاركة بهذا الشوط، الشوط التاسع المخصص للخيل المهجنة الأصيلة على كأس أم الأفاعي لمسافة السرعة مسافة 1100 متر. بداية إبراهيم بن سعيد المالكي، شوط قوي شوط سريع، أنت نازل في هذا الشوط، كلمنا عن ترشيحات. صراحة الترشيحات يمكن تكون صعبة في الشوط هذي بحكم من الشوط هانديكاب من 70 إلى 95، ففي كذا حصان صراحة يعني يمكن يتصدرها ماي شارونا، هي الفرس العودة في السن لحد الآن تأدي أداء جيد صراحة، تكون دائما في فورمة ترشيح مع الخيل يعني الشوط المفتوح مع أقوى الخيل السبرنت. يمكن توب فيس حصان سريع صراحة، إذا انترك الحالة ممكن يروح يخلص الشوط. عندنا الحصان يمكن يكون شاهين في دائرة الترشيح بحكم أني أنا أدرب ومتطور الحصان، بيكون في دائرة الترشيح إن شاء الله. عندنا يمكن هذه أعتبرها يمكن احسن خيل تكون في اداره الترشيح بالنسبه لي. يعني واحد يا ابو سعيد، لا احنا هو يعطينا قراءه، لا قراءه نشوف انا الحين نبي احنا ترشيح، بجيك على الترشيح لو يا ريت تفضل. بس ترشح قبلي. ابشر صراحه الشوط وايد قريب من بعض، مع الخيل مع حكم الوزن قريبين وايد من بعض، بس يمكن اللي عديتهم الثلاثة ذين هم اللي يكون أقرب حق الشوط في الأخير. طيب ما جبت طاري شكازولو؟ شكازولو ممكن يخدمه الوزن، بس أنا بالنسبة لي أنا ما حاطه في إدارة الترشيح لحد الآن يعني. زين لاحظت أيضا عندك فيكتور لوريال احتياط، احتياط اللي هو الهانديكاب تبع عالي، وأيضا نوتلاوت احتياط. أخليك ترشح ولا أخذ أول شيء منصور؟ لا أخذ منصور. زين منصور ماشي. هذا كاس كبير، كاس نعم. أم الأفاعي، نخبة من الخيل السريعة مشاركة في هذا الشوط، أبغي قراءتك وتحليلك لهذا الشوط، وأبغي ترشيح اسم واحد فقط. حلو، أنت رجال طال عمرك ما ترشح إلا يعني الشوط هانديكاب 75-95. الشوط هذا يعني مسافة قصيرة وثير برد، يعني الريل بيتحرك. شلون الريل بيتحرك؟ يعني الريل بيتحرك يعني في يعني شوف لجاع الكوع ايه؟ لازم تحصل 4 ولا 5 على الكوع وعلى الدوران، يعني لازين على بعض ايه؟ يعني الشوط هذا يمكن بيجي تايم قوي يعني صراحة. بعدين أنا شوف أول شيء حي سالم فدغم عامر الهاجري، حصانه أدهم حصانه يعني من نوع اللي زنط عرفت للفنش، يعني ما يعني ما شاء الله عليك. يجمد الخيل اي يجمد. ف وعندك تيجان زين حق ناصر نحييه كبير ناصر عبيضه. يعني شوف السباق هذا صراحه يعني انا اشوف انا رشح يعني توب فيس ممكن. منصور ابغى اسم واحد، انت الحين ذكرت لي 4 أسامي. توب فيس معه. انت مع توب فيس؟ نعم. ابو سالم انت من الناس المتخصصين في هذه النوعيه من السباقات، فريقكم فريق هادي الرمزاني نازل بقوه في هذا الشوط مع الجواد تيجان وايضا مع الجواد توب فيس، كلمني عن حظوظهم بالتحديد
بحكم انهم يعتبرون من الجهات المرشحه؟ والله شوف البوابه صراحه خونت فينا شوي، يعني تيجان راح على البوابه 14 وتوب فيس على البوابه 7. اتمنى اخوي هادي رمزاني انه ان شاء الله يفوز بالشوط، اتمنى امنيه صراحه. وهادي مجهز الخيل صراحه تجهيز جيد. نعم. الخيل انا اقول لك في فورمتها. نعم. الخيل قاعد تقدم افضل اداء لها في هذا الموسم. توب فيس يعيش صراحه فتره ممتازه، تيجان يعيش فتره ممتازه، اكيد الخيل الموجوده خيل قويه، خيل عندها حضور، خيل عندها خبره، ولكن اعتقد الاقرب للشوط والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو اخوي هادي مع الجواد توب فيس. نعم. بمسفر رشح توب فيس؟ لا غير. وعويضة رشح توب فيس؟ لا قل له غير. شو ترشيحه؟ لا لا ما نقدر، ما نقدر نغير. غير. انا بالنسبه لي لانه اسطبلي صراحه. أي. هذه الخيل عندنا في الاسطبل وحصاني موجود في الشوط. انا صراحه حصاني يعيش افضل حالاته يعني. يمكن شارك الاسبوع اللي راح. بس البوابه ما تخدمه. ما تخدم. أي. البوابه. ولكن توب فيس بوابته زينه وحصان عنده انطلاقه قويه. نعم. حصان عنده بيس عالي. ما شارونا صراحه من الخيل قويه عندها بيس عالي. بوابتها شلون ما شارونا؟ ما شارونا بوابه 5 يعني متقاربين. ولكن انا اعتقد ان توب فيس والعلم عند الله سبحانه وتعالى والاقرب للشوط. نعم. ابو سعيد ايضا جاسم الغزال نازل بقوه في هذا الشوط. نعم. وما جاسم ما يتنازل يعني، خصوصا في الكؤوس تلاقي جاسم يكون رجل اخر يعني، يحب دائما انه يقتنص الكؤوس هذه، نازل بقوه مع هالخيل. توقعاتك انت من الاقرب انه يفوز بهذا الشوط؟ أنا شكل ما أقول لك، أنا عندي ثلاث رؤساء، ما شارونا، توب فيس، شاهينة، أعتقد يكون في دائرة الترشيح. أنت شوف، أنت الأسبوع اللي فات ماخذ ثلاث مراكز الأولى، اليوم بخليك ترشح ثلاثة، ما عندك مشكلة. ثلاثة؟ إيه بس منصور رأس واحد. جزاك الله خير. أنا بين الثلاثة ذيلا. شاهين، شاهين، ما شارونا، توب فيس. توب فيس. وراشد الصعاق. من تتوقع انه يفوز اليوم في هذا الشوط؟ والله انا بكون ترشيحي مختلف عن الشباب كلهم. اعطنا ترشيحك. رغم ظروف الشوط والبوابه البعيده بس ارشح ادهم، رغم اخر ركضه له واللي قبلها. بس ريته يعني 88 يعتبر نوعا ما قليل يعني، ولكن قبل سباقين كان 81. نعم. وارتفع لين 87 وبعد اخر سباق 88. وانا اقول هذا حصاننا من الخير الرئيسي ان شاء الله. بتكون له كلمه بكره. صحيح. ان شاء الله. وهو اللي حصل على المركز الثالث. نعم. مع تيك اناب. نعم. الشوط الاسبوع الماضي. نعم. وحصان كان يعني عنده القدره وكان عنده بيس اعلى من هذا البيس. واتمنى انه يدي اداء حلو في هذا الشوط. شوف يعني عجبني راشد الصعاد انه ما راح مع المرشح، عنده قراءته وعنده نظرته، حكم على نظرته. هذا امر صراحه يعني يثلج الصدر ان نشوف شباب صغار قاعدين يحللون ويرشحون خيل مش مرشحه، ولكن هو بناء على متابعه الحصان. لان راشد ركب الحصان مرتين، عارف الحصان وادائه، راكبه في نفس المسافه اللي هي 1200 1200، والسباق هذا 1100. حصان عنده انطلاقه قويه يعني مثل ما قال راشد، بس ما في سماحات. حصان عنده انطلاقه قويه، الوزن اللي عليه مناسب مقارنه مع الخيل اللي لأعلى. جراز بيسوي شغل مع الحصان. إن شاء الله الله يوفق الحصان. ليش المدرب سالم ما ركب السماحات اللي هو الخيار البرنتس؟ لأن الشوط هذا هانديكاب وكاس. الكاس ما ينزل على ريتك وعلى وزنك. ما في سماحات. ما يقدر يستغل الشوط هذا. فركب على نفس الوزن اللي هو جراز. نعم. إذا أعزائي المشاهدين، شوط مثير وشوط مهم. خلونا الآن نشوف نستعرض أهم الأشواط في أمسية يوم الخميس على كأس معيذر للخيل، أيضا المهجنة الأصيلة ولكن لمسافة 1000 متر. نعم مشاهدينا الأعزاء، شفنا معاكم تداخيل الشوط التاسع في أمسية يوم الخميس، شوط السرعة. قبل أن نبدأ أو نتكلم عن هذا الشوط،
هنالك ايضا الشوط الثامن احد الاشواط المهمه في امسيه يوم الخميس، هذا الشوط شوط تكافؤ لمسافه 1600 متر تصنيف 95 واقل. هذا الشوط يجمع 12 جواد مشاركين في هذا الشوط، ابرزهم او من ابرز الجواد المشاركين في هذا الشوط هو هداج ادخان، هذا الجواد الذي هرب الاسبوع الماضي من لقاء شرسة وملهب النايف ورجع لنا مره ثانيه في هذا الشوط نازل مع الخيال او الفارس المتالق راشد بن علي الصعاق. في البدايه راشد، كلمني عن حظوظك في ظل في هذا الشوط وفي ظل وجود هذه النخبه من الجواد. والله الحصان ان شاء الله ما له عذر هذا الشوط، وكلمتي لابو مسر لا تطلع من الحلقه في السباق، لا تطلع من البدك، رايح وراجع لك على المركز الاول ان شاء الله. ان شاء الله كفو كفو ابو مسفر. يعني الاسبوع الماضي انت يعني اعطيت ملهب وشرسه تشانس انهم يتنافسون ونزلت هذا في هذا الشوط، ايش الحكمه من دخولك في هذا الشوط او ايش هدف مشاركتك من هذا الشوط؟ نفس ما قلت لك، ابي اشوف الريكورد ماله رقم واحد اول شيء، عنده فرصه اقوى، وراشد خيال الحصان، وراشد يعني في كل سباق انا وياه اعطيه خطه مختلفه. ليش؟ سبب انه يعني احنا نقعد فوق مدربين مع بعض، يعني معي اسامه الدفع الغزالي الربع كلنا نقعد مع بعض، مرات هم يقولون يعني في سوالف مع بعض يقول لا احنا بنسكر عليك بنطلع بيس ميكر، يعني يلعوزون. يعني فانت تبني خطه على كلامهم؟ ما ابني خطه على كلامهم، انا اعرف خيلهم، في بعض الخيل عندهم ما تحب الا تطلع راس، فانا اعطيهم فرصه. مره قلت حق راشد تاسن دواره، ومره قلت له خليك على الريل واقبض خلي الحصان قدامك، ومره قلت له روح بيس ميكر، يعني شوي خلنا نعوزهم على يفكوني. ترى اعطوا عليك لقب قاهر الكبار، يعني انت متخصص بالتغلب على المدربين الكبار، طحت فيهم كلهم. يعني هذا من فضل الله يعني صراحه، بس يعني كلها يعني كلها من الله اللي جاء كله، والحمد لله على كل حال. وراشد بعد ما قصر صراحه. ابو مسفر زين، هذا الشوط بالتحديد من اللي شكل تهديد على هداج سخان؟ عندك الله يسلمك، شوف هذا ديز نعم. مو بريته ترى 87 95 انا 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 اريته نعم، مو بريته. هذا كم تعطيه؟ 105. اذا هو 105 عجل حصانك 110. لا انا بشوف انا معاك، انا اركض بالسماحات هو بيركض توب ويت نعم، يعني هذا فرق نعم. وبعدين ترى الحصان هذا لو تركز عليه اكثر الحصان يسند ورا يعمل فينش إيه؟ لا يجيك ثاني ولا ثالث ما له شغل بس كذا نعم. يعني انت متخوف من دييز؟ بس ما الله اعلم، يعني ما شفته على 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 العشب نعم، فممكن انه رملي يركض افضل. وعندك برنس عامر مميز، هذا الاثنين هذول انا اشوفهم يعني صعبين، وملك هذا من النوع اللي يعني لازم يسرع الشوط. اي لازم تكون معاه، يعني عرفت انا ما احب الحصان اللي يضايقني بس هو يضايقني ترى. نعم ملك هذا الحصاني. الحين اسمعك جاسم الغزالي، الحين الغزالي بيحط خطته مع ملك. يعني اخر سباق جاي معاي هو تقريبا ثالث ولا ثاني، ثالث صحيح مركز ثالث، فهو يعني من نوع لازم تشغل وياه، يعني ما تخليه يروح. زين اخر سباق كم ضربت برنس عامر؟ كم طول برنس عامر؟ ما ظن ما ركضت معه. لا ركض معانا ديز ركضت وياه ديز، كان يعني شكل ما تقول ممكن انه يعني يقدر يدش معي فوتو فنش. انا قريب من الوزن ترى معاك. انا جاني اسمع بمسفر الان جاني ترى قرب الوزن. في واحد رافع لك رايه التحدي في هذا الشوط اللي هو اخونا علي الكبيسي، يمسي عليكم بالخير، ويقول لك شوف ديكو بوي ولد نظام في هذا الشوط. لو رجعت عليه ترشحته هادي بن ناصر الرمزاني نعم. مدرب ثقيل، يعني لازم تحسب حساب له. أنا الحين يقول لي مهددين هم الشباب بتحدينك في هذا الشوط، هادي الرمزاني وعلي الكبيسي. حصان 99 ريته مريت من برا وداخل علينا الشوط هذا،
بحكم انه هو 4 سنوات والشوط 95 واقل. نعم يعني هاي يهزك ريح يا هذا. لا يعني هذه بعد يبي الخطه الثانيه بعد انا ما افتكر. الله الله يعينك. شوف كل المدربين حاطين خطتهم عليك وعلى حصانك. انا اقول لك انا اقول لك نيابه عن هادي اللي تبيه من هادي فحصان بيسوي لك اياه. بيض الله وجهه. انا لا والله انا ابيه هادي معك انت يا منصور ما يقدر يتكلم. يطلع بس ميكر ما في رحمه. لا 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 انا اقول لك هادي مع منصور. يطلع بس ميكر اللي تبيه يا منصور هادي يسوي لك اياه نيابه عن هادي. انا اتكلم بيض الله وجهه مدرب قدير صراحه هادي الرمزاني صراحه. وبعدين ترى مدرب يعني شكل ما تقول اذا انت منافسه تحس انه ثقيل يعني ما يعني صعب شوي في السباق. بعد شو اسمه ابراهيم ماركي والربع اللي يعني شكلوا لي شوي يعني شكل ما تقول يعني ذاك مره اي مره طلعنا في الرنج هناك وشوي اللي حصلت البندميون مع جامع الدفع والغزالي وقاموا يقولون لا احنا بنسكر وبنسوي. يا حول الله تونا الحين ما بدينا السباق يعني في حركات شوي يعني بس انه يعني صراحه حلوه يعني صراحه. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا منصور وكلنا مشجعينك وان شاء الله اذا فزت مع هذا الحصان هذا حصان الشعب صراحة. هذا حصان الشعب واحنا يهمنا في قناه الريان انك تكون ضيفنا بعد الشوط ان شاء الله اذا حالفك الحظ وقدرت تفوز إن شاء الله. في هذا إن شاء الله. الشوط ما إذا ما حتى اذا ما فاز تجيبه نجيبه بعد إيه بس خلاص اهم شيء ما تصادف الصواب. الصلاة ما صادفة يا أبي أشرد يا أبي أشرد أقول لك العذر هني. نعم إذن أعزائي المشاهدين يعني كانت هذه مقابلة مع منصور الشهواني ومع حصانه البطل صراحة اللي هو هداجة خان. نرجع الآن أعزائي المشاهدين للشوط الرئيسي في أمسية يوم الخميس على المضمار العشبي لمسافة 1000 متر. هذا الشوط يعتبر هو أقصر مسافة عندنا في نادي السباق الفروسية مسافة 1000 متر. نخبة من الجياد السريعة جدا نازلة في هذا الشوط. يعني بسعيد بحكم أنك أنت من دائما لك كلمة في هذه النوعية من الأشواط ودائما لك حضور مميز في هذا الشوط نبدأ معاك وقراءتك في هذا الشوط وترشيحك. صراحة يعني يوسفني يعني ما أقدر أتكلم وايد إذا حصان أزداء رايته فارق عن الخيل وايد يعني كان ودي أنا أتكلم إنه نعم. أحط اختيارات وأحط في منافسة لكن أنا أعتقد الإزداء رايت هو المرشح الأول في الشوط بحكم إنه فارق عن الخيل الثانية. الخيل كلها شايلة نفس الوزن. كلامك صحيح بسعيد. إحنا معروف إزداء رايت يعني هو ملك المضمار في نعم. في سباقات السرعة. فنبعد عن الترشيحات ونتكلم عن المركز الثاني. نتكلم عن المركز نعم. الثاني. المركز الثاني صراحة في كذا حصان ممكن ينافس على المركز الثاني. كريستيفانو ألوري. كريستيفانو ألوري هو نعم. الحصان حصان سريع السنة هذه طلع بمستوى عالي صراحة وقاعد يقدم أداء جيد في المضمار العشبي. مارك عبد العزيز علي عبد الله الكثيري صراحة وستيفان لجاج ويركب بطريقة حلوة دائما في سباقاته. حصان مزعج صراحة دائما في المنافس ودائما في شبرم. شبرم لو رمر أقول لك ممكن يكون الحصان أفضل من الحشيش. أنا لي غاية أنا أدخله على الحشيش في السباق هذه على أساس إنه شوية قيس على الحشيش أعطيه فرصة ثانية إنه يركض على الحشيش وأتمنى إنه برهني شيء أحسن من اللي أنا كنت متوقع منه على أساس إنه في سباقاته في المستقبل. باقي المشكلة باقي عندي دقيقة بس من البث. ترشيحك إزداء رايت ما مع منافس بوسالم. إزداء رايت منصور شبرم يعني شبرم بيفوز على إزداء رايت منصور رايت لا أكليميشن أبوه يا أخي ليش تعجبني منصور تعجبني ويحب الرمل عندنا شو المشكلة صباح تعجبني سباق حشيش اوكي حشيش سوري اذا حشيش مبدل. لا لا شبرم ان شاء الله شبرم ها إن شاء الله. تعجبني يا منصور نظرتك الثاقبه يعني منصور عنده قراءه مهمه جدا رشح شبرم اعزائي المشاهدين ابراهيم مالكي يعني في هذا الشوط مع المدرب ابراهيم بن سعيد المالكي. اذا اعزائي المشاهدين الى هنا وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامجكم الميدان.
في النهاية أحب أشكر ضيوفي اللي كانوا معاي في الاستديو، الله يبيض وجهكم وصور، الله يعطيك الصحة والعافية، وأيضا بن سالم، إبراهيم سعيد المالكي، والفارس المتألق علي راشد بن علي الصعاق. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، لقائي معكم راح يتجدد إن شاء الله غدا عند الساعة 3 راح نكون متواجدين وننقل لكم كل السباقات على الهواء مباشرة. إلى ذلك الحين لكم مني ومن أسرة البرنامج أطيب تحية، ودمتم بحفظ الله ورعايته.